أنا جلاء فوزي، المسؤول الملف التعليمي لاتحاد الصم، ووكيل الاتحاد الرياضي لذوي الإعاقة الدفاع عن النفس تحت التأسيس. بصراحة أنا دعوني هنا المجلس علشان أتكلم عن مشاكل التعليم، وعن المشاكل اللي هي بتقابل ذوي الإعاقة في جميع مراحل التعليم بالنسبة للفئات المختلفة. احنا عندنا الفئات مختلفة جدا بالنسبة للمعاقين، عندنا الصم وعندنا المكفوفين وعندنا الإعاقة الذهنية، دول بتقابلهم مشاكل كتير جدا. بنحاول بقدر المستطاع بينا وبجميع زملائنا ان احنا نحل المشاكل ديت في التعليم، وبننهض بالتعليم، وعايزين كمان نقول ايه مقترحاتنا في نجذب ذوي الاعاقه للتعليم اصلا، لان احنا عندنا نسبتنا ضعيفه جدا للمتعلمين. نسبه المعاقين على مستوى الدوله ما بين 13 ل 15 مليون، لكن نسبه التعليم لا تتعدى 10%، فنسبه ضئيله جدا. واحنا طبعا امكانيات المعاقين امكانياتهم عاليه جدا في التفكير والمستوى العلمي والمستوى الثقافي والمستوى الرياضي، يعني النسبه الضئيله دي لما بتخش مرحله التعليم بنوصل بيهم لمستوى عالي جدا. فاحنا ليه ما نستغلش باقي عدد المعاقين دول ونحاول ان احنا نساعدهم ونحاول ان احنا ننهض بيهم؟ دي املي بصراحه، ان نسبه 10% دي تزيد تبقى على الاقل 50%، وان شاء الله في الايام الجايه هنحاول ان احنا ننفذ الطلب ده ان شاء الله. ان شاء الله احنا عرضنا ومستنيين الرد، وبعدين اهم طلب المتطلبات بتاعتنا هتتعرض ان شاء الله في مجلس الشعب القادم. عرضنا ملف التعليم كله على السيد رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي، وهو وعدنا ان هو اول حاجه هيهتم بيها هو ملف المعاقين عامه، من ضمنها ملف التعليم ان شاء الله. ميرسي.